بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. يقول: إني خائف جدا من سوء الخاتمة، وأخاف ألا يتقبل مني، فأرجو النصيحة. هذا الخوف فيه تفصيل. إن كان هذا الخوف كخوف السلف وهو خوف يحمل على الطاعة وعلى تجنب المعاصي وعلى حسن الظن بالله فهو خير وفضل، وإن كان خوف يحمل على القنوط وعلى ترك العمل وعلى سوء الظن بالله عز وجل فيجب أن تتخلص منه بما تقدم وما ذكر، وينبغي أن نكون على يقين من أن الله عز وجل رحيم، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو ودود شكور، ليس هناك أعظم إحسانا من الرب لعباده، يقبل الحسنة ويجازي عليها بمثلها وبعشرة أضعافها إلى 700 ضعف، والذي قدر لك وشاء أن تكون مسلما فالظن به أن يرحمك ويغفر لك. ولهذا لما قال أحد السائلين لأحد أئمة السلف قال: إني أخشى أن لا يتقبل مني، قال: لو شاء الله عز وجل أن لا يقبل منك لم يوفقك للعمل. هذا يخاطب به من عنده قنوط، لكن لا يعني أنه يكون جاهلا. يعني أنت إذا كنت تستشعر أن الله وفقك لكثير من أعمال البر فالظن به أنه ما وفقك لهذا ليردك، وإلا وإنما الظن به أنه سيتقبل منك، فأبشر بخير. ولكن ينبغي أن تفرق بين الأمرين، بين هذا الخوف الذي هو خير وفضل، وبين الخوف الآخر الذي هو معصية. خوف السلف كلهم كانوا يخشون من سوء الخاتمة، ومن لم يخشى سوء الخاتمة فهذا نقص. نعم.